سنة وانتم طيبين، ميري كريسمس وهابي نيو يير، وسنة سعيدة على الجميع، كل الأماني الحلوة، ونشوف مصر سعيدة دايما، وشعب مصر سعيد وبيضحك ومبسوط، والأمن والأمان، ونجومنا اللي منورنا دايما. هاني رمزي، كل سنة وانت طيب وسنة سعيدة عليك. بما اننا بدأنا بشجرة كل سنة وانت طيبة بوسي، وان شاء الله تبقى ايام حلوة، ايام حلوة وتبقى فعلا فيها فرحة. احنا مشتاقين على الفرحة، على الضحكة بقى. ضحكة حبيت 2014 ولا ما حبيت؟ والله بصي هقولك على حاجة، كل سنة اقول ايه ان شاء الله السنة اللي جاية تبقى احلى. يعني انا عندي حتة التفاؤل، واللي فات فات واللي مات مات، المهم اللي جاي يبقى احلى واحلى. هو ده اللي احنا نسعى ان احنا نعمله. لكن حتة ان انا اقول بقى ايه، كانت سنة ما خلاص عدت كويس، فاحنا ننساها، فيها شوية ألم لكن كان فيها حاجات حلوة برضو. كفاية السيسي جالنا رئيس، وكفاية ان الاخوان مشيوا، وكفاية الاستقرار اللي رجع لمصر تاني، يعني الامان. الحق يتقال طبعا سنة كان فيها انجازات كتيرة جدا والحمد لله. ومصر على فكرة احنا حسينا ان في حتة يعني تطور، في حتة تقدم يعني. والحق يتقال برضو ان احنا النهاردة بمثابة يعني ايه، زي ما تقول كلنا جيش واحد، كلنا بنبني مصر، كلنا عايزين نشوفها احلى واحلى. فان شاء الله الايام اللي جايه دي تبقى حلوه، وان شاء الله كمان السنه اللي جايه تبقى احلى. وهابي نيو يير على كل الناس، وهابي كريسمس، ان شاء الله خير. يعني مستني ايه من 2015 لفنك بقى؟ انا ان شاء الله ناوي اعمل حاجة كوميدي، يعني مسلسل كوميدي في 2015، وبسعى بشكل كبير جدا ان احاول اعمل فيلم كويس. الورق هو المشكلة صدقيني، يعني احنا عندنا ازمة كبيرة في حتة الابداع في الورق بالذات، وانا اقصد الكوميديا مش سهل ابدا. وبعدين الناس تعودت ان احنا نضحكها كتير، وحقهم بقى الفترة اللي جاية ديت. يعني عايز اقولك ان ده عمل قومي، عمل وطني، ان احنا نسعد الناس، ده عمل وطني بجد يعني. فانا نفسي فعلا ان شاء الله يعني ربنا يسهل في 2015 اقدم برضو فيلم كويس ان شاء الله، يعني نشوفك في السينما وفي التلفزيون. دايما الفنان جواه الخير، ودايما الفنان بيحب يعمل شيء إلى جانب فنه ويكون ليه رسالة. هو الفن رسالة، ورسالة قوية، وسلاح مهم جدا بيوصل بيه للعالم كله الكلمة اللي عايز يقولها. ولكن هاني رمزي في 2014 ختمها بشيء جميل جدا، وهو زيارة مركز راشد للأطفال المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة زي ما بيسموهم، عشان ما بيحبوش يقولوا معاق. أنت طبعا لما لفيت وشفت الأطفال، إحنا المعاقين جنبهم بصراحة، قد إيه دي ناس جينيوس، وقد إيه متحدين، وقد إيه بيحبوا الحياة، وقد إيه بينتجوا، وقد إيه هم يعني عنصر فعال. كلمني عن الزيارة النهاردة لمركز راشد مع الأطفال المعاقين دول أو ذوي الاحتياجات الخاصة، شفتها إزاي؟ إحساسك بيها إيه؟ شايف الفئة دي اللي موجودة في المجتمع وبقت مهمة، إزاي نقدر نهتم بيها فنيا وإنسانيا؟ بص يا بوسي، أنا هقولك على حاجة. المكان ده أنا لمست فيه إن فيه خير وفيه رحمة، والناس اللي بتشتغل فيه بيتفانوا علشان يأهلوا الناس اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم يكونوا على مستوى كويس من التعليم ومن البناء الفكري ومن البناء النفسي ومن الجزئية اللي أنا يعني مهتم بها أكتر، هي الثقافة والفن. فأنا شفت هناك فنانين بمعنى الكلمة من المعاقين، وشفت كمان مواهب غير طبيعية في الرقص وفي الغنى وفي الفنون التشكيلية وفي التمثيل. أنا انبهرت بصراحة. وعلى فكرة إحنا عندنا برضو في مصر النور والأمل، النور والأمل. لا، وفي كمان يعني ناس متبنية، ناس زي دول برضو في رعايتهم وكده، بس ده لا يكفي. الحقيقة هنا مركز راشد يعني لو تشوف المبنى نفسه، المبنى مؤهل تماما، الأرضية، الحيطان، الممرات، الغرف، الإقامة، حمامات السباحة، ملاعب الرياضة اللي عاملينها،
رحلات العمرة اللي خرجوها لهم، سفرهم بشرم الشيخ عندنا، يعني قد إيه كل حاجة عاملين حسابها، التطريز والعبايات والعقاد والحاجات. أنا عايز أقول لك ادوني سبحة وادوني حاجات اديها بالظبط، اديها لاولادي كمان وكده، انا فرحت جدا، هدايا منهم ليا يعني. لكن كل اللي اقدر اقول لك مكان كله حب، كله خير، كله رحمه، فانا بحب الحاجات دي جدا وبرتاح نفسيا جدا. صدقيني اول ما رحت هناك اتبسطت جدا جدا وحمدت ربنا على النعمه اللي احنا فيها. ومهما قلت لك لو انت بتشتكي من حاجه ولا زعلانه من حاجه، كسف من نفسك، اقول ايه ده، احنا زعلانين على ايه، ده احنا نحمد ربنا على النعمه اللي احنا فيها، احنا في نعمه بجد. وبعدين بتتعلمي حاجات كتير جدا. صدقيني انا قدامهم لقيت نفسي بقيت صغير جدا. الناس دي جواهم سلام، جواهم حب، جواهم حنان، جواهم مشاعر ما تتوصفش. وبعدين احنا عندنا نماذج في مصر، صدقيني لو قلت لك للاسف يعني في ناس لما مثلا يجي لهم طفل كده يوم واخدين بعضهم ويسافروا يهاجروا علشان في الدول يعني في امريكا وفي كندا وكده في مراكز للتاهيل والحاجات دي كلها علشان الطفل يجد رعايه صح. يعني الرعايه دي يمكن قليله في مصر، المراكز دي قليله في مصر، مراكز تاهيل الناس ديت تقريبا يعني شبه مش موجوده يعني، فكلها يعني اجتهادات شخصيه والحكايه ما هياش، لا مش هينفع، لازم كانت الدولة تبص للمعاقين وتبص لذوي الاحتياجات انهم فعلا دول ناس ليهم حقوق اكتر منا، ليهم اولوية، ليهم مشاعر، عنصر نفع اكتر منا. صدقيني انا ما لا بجد احنا صدقيني قدامهم، في مصريين عندهم او مش مصريين، في اشخاص كمان في اي بلد عربي عندهم اللي هو مستنيين الحاجة تجيلهم، مش بيبذلوا مجهود علشان يصنعوا الشيء ده. دول يعني من كتر التحدي اللي جواهم عندهم الإصرار للوصول لأحسن حاجة. مجهود خرافي طبعا على رأسهم مدام مريم هناك، الحقيقة عاملة حاجة. مريم عثمان بصراحة أنا دايما بقول لها أنت رمز للمرأة المشرف بجد، ان انت بترعي الاطفال دول وان انت بتقدمي لهم الخير ده وان انت بتوريهم للعالم كله. يعني انت لما لفيت وشفت شوف صور الناس اللي زاروا المركز من جميع انحاء العالم، دي حقيقه كل الناس الحقيقه، ده يديكي كده شويه امل وتقولي ايه، لا الدنيا بخير، الناس لسه فيها خير جواها، فيها رحمه، فيها انهم عارفين قوي مشاعر الناس التانية عاملة ازاي، دول محتاجين ايه. وعلى فكرة لو احنا خصصنا اي وقت من وقتنا، احنا بنقضي وقت كتير جدا في تفاهات وفي حاجات عبيطة جدا وفي بندور على الفسح والانبساط والقعدة اللي مش عارف ايه والكافيه اللي عامل ازاي، لو احنا يعني خصصنا وقت قصير كده لخدمة الناس ديت، يعني صدقيني هتشوفي الخير جاي لك اضعاف اضعافه، وانت شخصيا هتتبسط انك بتعملي حاجه حلوه طبعا. يعني واقول لك على حاجه بجد يا بوسين، انا ما بجيش دبي الا لازم اروح المركز ده بجد، باخد طاقه ايجابيه بتخليني بعدها اعمل احلى شغل. وانا هقول لك على حاجه وجربيها صدقيني وهتشوفي يعني لما تخدمي الناس ديت انت هتكتشف انك مش انت اللي بتخدميهم، ده دي خدمه ليك انت بجد. أيوة. انا بقولها انا مش جايه عشان اسعدهم، انا اللي بستبد السعاده منهم. بالظبط بالظبط. يعني انا عايزاك برضو ما تفكرش تستغل المواهب اللي موجوده دي، يشاركوك عمل فني، يشاركوك مسلسل، تعمل جزئيه يعني من مش هيبقى خط من خطوط الدراما مثلا في المسلسل بتاعك لشخص منهم، لموهبه منهم. والله بصي في مسلسل لسه ما استقروش على اسمه، هو بس تأليف الأستاذ مجدي صابر، وأنا عجبني الخط ده لأنه عامل أخو البطل من ذوي الاحتياجات، وبتشوفي أخو البطل ده يعني مشاكله إيه، يعني بتحطي كده شوية نقاط على حياته الخاصة وعلاقاته بالآخرين عاملة إزاي، ده موجود في المسلسل. وأنا وافقت على المسلسل ده جدا بشكل غير عادي لأنه فيه إنسانيات كتيرة جدا وفي كوميديا حلو، لكن تعثر انتاجيا لان هو يعني يمكن في جهه حكوميه مسؤوله عن هذا المسلسل حاليا، بس
اعتقد لما الظروف تتحسن اكيد هيقولوا ممكن يعملوه كده. وده انا بقول ان يعني الخط ده معمول بشكل حلو قوي، فانا عندي ورق يعني ممكن استعين بقى بالناس ديت في انهم يمثلوا بجد ونبين هذه الطاقات وهذه المواهب في عمل زيته. بس لو بس الدولة تدعم العمل هتبص تلاقي الدنيا مشيت كويس قوي. احنا بنتمنى طبعا يعني مدينة الانتاج وقطاع الانتاج والتلفزيون وصوت القاهرة اللي كانت دعم الدراما المصرية ترجع تاني. يعني احنا طبعا دلوقتي عارفين ان مفيش فلوس لوزارة الاعلام علشان خاطر مشروع قناة السويس، بنشوف الحاجات الاهم، ولكن برضو الحاجات دي هتساعد، لان الناس لما بتشوف الفن وبتشوف البلد قايمة وبتشوف السياحة بيجي الاقتصاد وبيجي الناس بتستثمر وبيجي. بس عايز اقولك على حاجة، انا يعني كويس انك فتحت السيرة. لا انا رأيي ان الفن والثقافة مش اقل من قناة السويس، لان احنا ما كانوش اهم يعني. معلش ما انا بقول صحيح الدوله بتهتم بحاجات كتير جدا، لكن برضو لازم تهتم بالثقافه والفن والاعلام، لان دول بيصنعوا شعوب. يعني شوف هنا الامارات بتهتم جدا بالثقافه وبالفن، ولما جت عملت مهرجان وهي ما عندهاش سينما، ما عندهاش مسرح، ما عندهاش حاجة، ما عندهاش فن، لكن صنعت اللي يصنع الفن، جابت خبراء لصناعة الفن، جابت الأمريكان يعملوا أفلام إماراتية علشان يعلموا الإماراتيين الفن. وديك شفت في الإمارات بقى في كم فيلم إماراتي دلوقتي بيتعملوا. يعني هم هنا في الإمارات الميزة اللي فيهم مهتمين جدا بالثقافة. دي حقيقة وملموس ده كمان مع الشعب نفسه، تلاقي الشعب مثقف جدا، لغات، اعلاميا مدرك اهميه كل خطوه بتتعمل عامله ازاي، ثقافيا، فنيا، الحكايه لا في نهضه، زي ما في ثوره معماريه موجوده في الامارات في نهضه فكريه وثقافيه برضو موجوده. احنا بنسعى ان شاء الله. انا عايز اقول لك الحاجه، احنا في مصر الرواد في الفن، في السينما الرواد، في الاعلام، في الدراما، بالنسبه للعالم العربي والشرق الاوسط كله. احنا لازم نحافظ على ده بمجهودنا، بس احنا محتاجين الدوله معانا، ودي حقيقه. وعايز اقول على حاجه، النهارده مهرجان دبي السينمائي مهرجان دولي، مهرجان عالمي لا يقل ابدا في تنظيمه وفي عنصر الابهار اللي موجود فيه عن المهرجانات العالميه الثانيه، وكلنا بنسافر وبنشوف، وحتى لو ما عرفناش نسافر بتاع بنشوف على النت دلوقتي كل حاجه موجوده. احنا النهارده لازم نسعى كمان ان احنا نهتم بمهرجان بلدنا. حقيقه الاستاذ سمير فريد الفتره اللي فاتت عمل يعني من لا شيء شيء، وكان لازم المهرجان يطلع، وقابل ده بهجوم غير طبيعي. يمكن في شويه اخفاقات في حته التنظيم، لا في كان في اخطاء كتير، هو ما اهتمش بالصوره الشكليه، والصوره الشكليه مهمه، او جاب ناس ما اهتمتش، وده خطا ليه لانه ما عرفش يختار. بص انت لما تبقى رئيس، ما احنا رئيس ليه دايما مظلوم عندنا، علشان ما بيختارش اللي تحت ايده صح، فبيرجع بيشيل الهم كله. ما ينفعش تجيب وزاره فاشله وتقول ان انت كويس، الكويس يختار ناس كويسه، فانت اذا اخترت ناس كويسه فانت مش كويس، او اخترت ناس مش كويسه فانت مش كويس. فانا طبعا بلدي ومهرجان بلدي، وانا سبت كان عندي مهرجان في الدخله في المغرب علشان ادعم مهرجان بلدي اللي وقف سنتين، وكنت متحمسه له جدا، لكن ده لا يمنع ان انا اقول ان كان في اخطاء كتير. بمناسبة انك انت مثلا ما بتيش تروح مهرجان ايه واخترت مهرجان بقى، احنا كمان بنتهم ان احنا ما بنحضرش مهرجان بلدنا ونروح مهرجان دبي. دعوات ما بتوصلش لبعض الناس، يعني انا في بعض النجوم كلموني قالوا لي ما وصلت لناش الدعوة. معلش هي حتة الاورجنايزيشن. بس انا حضرت الاستاذ سمير فريد في بداية توليه لهذا المهرجان، الحق يتقال الراجل امكانيات ضعيفة جدا اللي متاحة. معلش احنا بنطلع الدورة دي 12 مليون يا هني، دي اعلى. انت عارف الدورة دورة حسين فهمي اللي كانت من اهم الدورات اللي اتعملت في المهرجان 5 مليون، بيقولوا كانت 6 مليون.
يعني دي 12 مليون وسنتين ترتيب قبلها. بس هو على فكرة الموضوع مش موضوع فلوس. كان الدولار بكام؟ لا مش موضوع فلوس صدقني بقى. مش موضوع فلوس، موضوع شوية يعني انت لو كنت استعنت بطلبة معهد السينما كانوا نظموا المهرجان ووقفوا مع المهرجان اكتر من اللي حصل. حاجات صغيرة، طلبة المعهد اللي بيحبوا الفن كانوا يجوا يقفوا يشوفوا يعملوا لا يعني هو مش موضوع فلوس برضه. يعني هنا مثلا واحنا في دبي اما تشوف المهرجان الناس تقول لك فلوس، لا برضه في فكر الى جانب الفلوس، مش بعزقه وبيرموا، لا 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 لا، دي ناس عارفه بتحط القرش فين وبتعمل ايه وعارفه بتصنع المهرجان ازاي وبتجيب ازاي. لا يعني معلش السنه دي الدوره، اتمنى السنه الجايه ان هم يكونوا استفادوا من الاخر. انا اعتقد ان شاء الله هيستفيدوا من ده، واحنا لازم نقف بس مع مهرجان ده. احنا واقفين طبعا بكل قلوبنا يعني وده مهم، دي بلدنا، بقول لك دي بلدي ولازم ادعمها واقف معاها بقوه في الوقت ده. وبصي لو ما كانش المهرجان اتعمل معلش كان هيتلغي نهائيا، فالحمد لله انه اتعمل. الاخطاء بقى معلش احنا لازم نتدركها الفتره اللي جايه. من يتولى رئاسه المهرجان، من يتولى اداره المهرجان، الناس دي كلها يعني ممكن تبقى رئيس مهرجان القاهره؟ لا ولا ترشح ولا عضو لجنه تحكيم ولا اي حاجه وتعرض إيه؟ عشان تبقى في الصوره. انا هقول لك ليه، لما يعملوا مهرجان للكوميديا كويس في مصر ويهتموا بيها ويعرفوا قد ايه الكوميديا مهمه، لان هي حكايه ثقافه، حكايه ان عايزين توصلوا الشعب ده لايه وتفهمون ان الكوميديا دي عباره عن ايه. لو يعرفوا ان العمل الكوميدي ده من اصعب الحاجات والفنان الكوميديان ده يعني بيعاني قد ايه علشان يضحك الناس والحكايه ما هياش سهله، لو يعرفوا اهميه الكوميديا. لكن انت عارفه يعني انا اتعرض عليا اني ابقى عضو لجنه التحكيم وانا قلت لهم لا يا جماعه ما عمركوش عملتوها مع اي كوميديان، اشمعنى معايا انا؟ هتجيبوا لنفسكم الكلام وهتجيبوا لي انا الكلام وعلى ايه؟ خلينا كده على البر احسن. ما شفناش مثلا عادل امام عضو لجنه التحكيم او رئيس لجنه التحكيم او سمير غانم او عبد المنعم هنيدي اعتقد كان عضو. لا ما اعتقدش، لا ما اعتقدش، ما فيش كوميديان بقول لك يعني عندنا في مصر ما فيش. لكن تعالي اتفرجي بقى على السينما الاوروبيه والسينما الامريكيه، لا الكوميديا ليها مهرجانات وليها في مهرجان في المغرب عجبني جدا اسمه مهرجان الضحك. أيوه. بيعملوا ستاند اب كوميدي. أيوه. بتيجي بتروح بتطلع على مسرح والمدة ربع ساعة تعمل ستاند اب كوميدي بس مش سينما. بس انا عجبتني الفكرة ان يتعمل ده، ليه ما تتبناش فكرة زي كده ان انت تبقى انت صاحب المشروع، جمع معاك مثلا ليلين الرملي ومعاك مثلا يوسف معاطي، معاك مخرجين بيهتموا بالكوميديا، اتنين فنانين من الكوميديا، تروحوا لوزارة الثقافة تاخدوا دعم، تروحوا للسبونسر تاخدوا دعم، وتعيدوا للمسرح رونقه من خلال هذا المهرجان. دعم ايه بس؟ يعني بص هقول لك على حاجه، دعم هقول لك بلاش وزاره الثقافه، لا وزاره الثقافه بتدي على فكره، مهرجان الاقصر بياخد دعم من وزاره الثقافه، في مهرجان تاني برضو بياخد دعم من وزاره الثقافه، يعني بيدوا مبالغ. في سبونسرات دلوقتي عايزه ترعى المهرجان، يعني في اشخاص مثلا مهرجان التلفزيون، مهرجان التلفزيون مونديال ده كله سبونسر ابراهيم ابو ذكر، ده واخد دعم من كل الوزاره ما دفعتش حاجه، ده كله سبونسر، ناس عايزه وطلع حاجه حلوه للتلفزيون وللدراما العربيه. مهرجان دير جيست اللي بيتعمل كل سنه، شباب صغيرين عندهم مجله بيشتغلوا في الصحافه، جابوا سبونسر وما لجأوش لا لوزاره السياحه ولا وزاره الثقافه، وبقى من اهم المهرجانات اللي موجوده. اوسكار السينما المصريه بتاع عبد المنعم سعد الله يرحمه، ده كان من اهم المهرجانات الفنيه اللي بتتعمل كل سنه، كان بيبقى برضو سبونسر مفيش. فاعمل ده في ناس، وخصوصا المسرح، ما بقاش في مسرح دلوقتي، يعني بتعمله وتطلعوا كل ربع ساعه انت وزمايلك كل واحد، وتجيبوا فنانين من بره، ده فيه كوميديانات في اتبناه. والله انا ما عنديش لا تقل عن الخير اللي كنت فيه النهارده في مركز. لا انا عارف انا عارف، فكر فيها. بالعكس ده احنا في احتياج، احنا في احتياج لده، يعني مصر محتاجه لده، لان ده هينمي مصر. انت عارف لو عرضت الفكره دي على الجيش هيدوك دعم،
انا بقول لك وهيدوك مسرح كمان تعمل فيه ده. يعني انا بقول لك لان ده هينشط السياحه. احنا زمان لما كان في مسرح كانت بتيجي الطيارات من كل البلاد العربيه عشان تشوف المسرح. عندك حق، صح عندك حق. فده هيعيد وهيدي وجهه ثقافيه لينا حلوه. ويعني المهرجانات معموله علشان تفتح الافاق وتدي حاجات كويسه يعني. احنا بننظم دلوقتي مؤتمر تحت اشراف سياده الرئيس بنفسه، يعني هو المتولي الحكايه وايضا رئيس الوزراء، عن صناعه الابداع. وكل مشاكل السينما والمسرح والتلفزيون والحاجات دي كلها اتعرضت دلوقتي على سياده الرئيس، واعتقد ان احنا قريبا جدا هنبقى في بصدد قرارات مهمه قوي قوي قوي، منها القرصنه ومنها الاعمال الضعيفه ومنها المسابقات علشان الكتابه والسيناريوهات، ومنها حل مشاكل المسرح لعوده المسرح تاني لمصر. في حاجات كتيره جدا والحقيقه الحمد لله. نقدم الملف المهرجان ان شاء الله، والله هيحصل مهرجان الكوميديا. والله أنا كاتب نقطة مهمة جدا في حتة الاهتمام بالكوميديا، يعني اهتموا ومهرجان للضحك. والله كاتب حاجات كده، نقاط كده ممكن نبتدي نتناقش فيها بشكل كبير مع سيادة رئيس الوزراء، وده يعني أعتقد إن شاء الله ممكن نجد نتيجة حلوة في الفترة القادمة بإذن الله. إن شاء الله. وأنا أتمنى لو في سبونسر سامعيننا يتصلوا بهاني رمزي ويرعوا هذا المهرجان ويرعوا مهرجان للكوميديا في مصر. هاني رمزي 2015 هيكون ليك دور سياسي؟ سياسي؟ انا اصلا كرهت السياسه خلاص بقى، شبعت واحداث كتيره جدا وما بقتش طايق اي حد يكلمني في اي حاجه. عايز اسمع حاجه حلوه، اخبار حلوه، عايزين نتبسط، عايزين نفرح. انا بقول لك خليها سنه، يعني يا ريت 2015 تبقى كلها فرح على الكل يا رب، على الكل الصغير والكبير، والناس اللي مش لاقيه شغل تشتغل، واللي مش لاقيه تاكل تاكل، واللي مش لاقيه علاج تتعالج، وكل واحد نفسه في حاجه يحققها، يعني ده اهم ما في المساله. لكن بقى نلعب بقى في سياسه واحداث وعنف ومظاهرات واعتصامات وشعله متآده بشكل كبير في كل مكان ونار قايده في كل حته، يعني بصراحه لا، احنا لازم نهدى بقى شويه، ولازم مش عارف لازم نشتغل. لازم حاجه رساله توجهها للشباب، تقول لهم ايه في 2015؟ منك المايك معاك، او منك للشباب، كلم الشباب. انتوا الشباب بيحبوك وبيحترموك، 2015 عايز ايه من الشباب؟ والله انا عايز اقول لكل شاب بلاش احباط، خلي عنصر الامل والتفاؤل قدام عينيك بشكل كبير جدا، وحب بلدك وحب ناسك وحب اهلك والحاره اللي انت عايش فيها والشارع اللي انت عايش فيه والمدينه اللي انت عايش فيها. هتلاقي الحب ده بيصنع المعجزات، وبجد بجد مصر بلدنا بتستاهل كل خير منا، وفعلا محتاجانا ومحتاجه للشباب اكتر من اي حد تاني. انا عارف انه ليكوا طلبات كتيره جدا ما اتحققتش، وعارف ان اللي في دماغكوا ما كانش يعني كتير جدا وما ما اتعملش منه حاجه، لكن بامانه احنا لازم كلنا نصبر، ولازم نعدي بلدنا من عنق الزجاجه زي ما بيقولوا، واحنا فعلا في اصعب ايام. والحرب على مصر حرب كبيره جدا، مش كل واحد يقول انا عايز وعايز وعايز، لا، الحرب على مصر بجد من كل حته. واعتقد انتوا عارفين كويس جدا الحروب الخارجيه اللي جايه على مصر شكلها ايه، والحروب الداخليه شكلها ايه. فلازم كلنا ندرك اهميه ان احنا كلنا نبقى ايد واحده، ان احنا نبقى كلنا ورا قيادتنا في الفتره ديت. يا اخوانا نصبر شويه، ولو ما تحققش حاجه انا هبقى معاكم واول الناس هبقى في صفوفكم، بس لازم فعلا كلنا نتعاون في الايام ديت. احنا لازم نحب بلدنا كتير، ولازم نحب بعض اكتر واكتر. احنا ما عندناش اي طلبات غير ان احنا ربنا يسترها علينا ويملى بلدنا بالخير بالحب بالامل بالتفاؤل. كل الحاجات دي هتصنع المعجزات.